مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. الثقافه والاعلام شيء مهم جدا جدا في العالم كله، لازم الدول المتقدمه يكون عندها ثقافه ويكون عندها اعلام قوي عشان يكون في شفافيه ومصداقيه ويبقى في دايما اتصال ما بين الشعب وما بين الحكومه. مش بقول اعلام الحكومه، ولكن انا بتكلم على القضايا اللي بتمس الراي العام، لازم يكون في شفافيه ومصداقيه ويكون عندنا ثقافه ووعي ايه اللي بنقدمه من خلال الاعلام. طيب، ايه اخبار الاعلام وتحديدا في الوطن العربي وتبادل الثقافات؟ تفاصيل كتير هنعرفها عن الموضوع ده، وكمان ازاي نحارب من خلال الاعلام والثقافه ارهاب الفكره اللي اصبح اخطر بكتير جدا جدا من الحروب في ارض المعركه. اسمحوا لي بس في البدايه اني ارحب بضيفي المفكر السوري استاذ نادر عكو. استاذ نادر، اهلا بيك. اهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا لكم على الاستضافه. منورنا استاذ نادر، واحنا التقينا مع بعض قبل كده. أيوة. وكان في دردشه وفضفضه كريمه كده عن مصر وسوريا. نعم. وقد ايه انه فعلا علاقاتنا وطيده من زمان جدا. ازاي كل يوم طبعا بيزيد عندك الاحساس ده، ووصف لي احساسك بمعايشتك للاحداث طبعا في مصر وفي سوريا في الوقت الحالي. لازم ناكد على شيء واحد. احنا دلوقتي في مصر نعيش ثوره فكريه تنمويه تقودها القياده السياسيه في جمهوريه مصر العربيه. هذا الشيء كل المتتبع لهذه الحالة يتأكد أن مصر تنتصر، ويتأكد أيضا بأن مصر دولة عظمى، شاء من شاء وأبى من أبى. صحيح. وهذا الشيء كان بارز عند زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة عظمى في أمريكا، لأنه عبد الفتاح السيسي رئيس دولة عظمى اللي هي مصر. عم بيقابل رئيس دولة عظمى، فكان في نوع من أنواع الندية. ليه؟ لأنه الشعب المصري كله تمحور حول قيادته السياسية، وبالتالي أعطى قوة دفع أنه كل 100 مليون مصري قوتهم اختزلت في شخص قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكيد. وهذا ما أثر على اقتناع الأمريكان بأنه لا مجال للعب في الوقت الوقت الحالي. طيب، ده شعورك تجاه مصر، شعورك تجاه الأوضاع في سوريا؟ في سوريا دائما أنا بقول وحدة المسار والمصير السوري، يعني ما يجري في مصر تتأثر فيه سوريا، وما تجري في سوريا تتأثر فيه مصر. الآن في سوريا كل الشعب السوري تأكد أنه ما حصل في من خلال 6 سنوات كان مؤامرة كبرى اخترق فيها الدولة السورية بالكامل من أعلاها إلى أقصاها. الآن تأكد كل الشعب السوري والحكومة السورية والجيش السوري بأنهم أمام عدو غادر ماكر خبيث استعمل كل أساليب الدهاء للاختراق في الدولة السورية. الآن أصبح الأمريكان موجودين، الروس موجودين، حزب الله، إيران، تركيا، ما فيش قوة خارجية إلا أصبح لها موطئ قدم. وبالتالي ما يجري الآن في سوريا أصبح عبئا كبيرا على الدولة المصرية. صحيح. والله يا أستاذ نادر، اللي بيحصل في سوريا مش بس عبء علينا، في كل الوطن العربي احنا بنتأثر ببعض. نعم. وفي ناس كتير قالت لك لا، ده ثورات الربيع العربي دي ما كانتش ربيع، في دول كتير قوي اتخربت وفي دول كتير قوي اتهدت. ربنا يا رب ياخد بإيدين كل أشقائنا العرب وتستقر الأوضاع في ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي كل الدول اللي متأثرة، قلبنا معاهم طبعا. عايزين نتكلم بقى على الثقافة، وقد إيه إن فعلا المواطن لما يكون مثقف مفيش حد هيضحك عليه طبعا، مفيش إرهاب هيدخل في عقله. شبابنا بيضحك عليهم بسبب الإرهاب الفكري. عندنا حاجة اسمها الصالون الثقافي الطائر، صح كده؟ نعم. عايزين نعرف مشاهدينا عليه وأهدافه إيه.
صالون الثقافي الطائر هو قفزة نوعية في العمل الثقافي من خلال الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي غير مدفوع الأجر. ده موجود فين بقى؟ ده اتخلق في برحم ملتقى الهناجر الثقافي بدار الأوبرا المصرية. مجموعة من القامات المصرية والعربية تمحورت حول الدكتورة ناهد عبد الحميد اللي هي مدير عام ملتقى الهناجر الثقافي، وحسينا أنه هذا المنتج اللي عم بيقدمه الملتقى الهناجر الثقافي أصبح ذو جودة عالية وأصبح منتج تفاعلي يقدم إلى القيادة السياسية ويمكن الاستفادة منه. يعني كافة الآراء، كافة المواضيع التي كانت في ملتقى الهناجر الثقافي ذات موضوعات عالية المستوى والجودة، واللي كانوا يحضروا فيها كلهم قامات كبيرة، فارتئينا أنه لابد لهذه التجربة أن تعمم عبر مصر العربية بالكامل وصولا إلى الوطن العربي بالكامل. صحيح. طبعا لازم نتكلم على القضايا اللي بتقدموها يا فندم داخل هذا الصالون، وأبرز الشخصيات اللي بتشارك من وقت لآخر في ندواتكم ومؤتمراتكم. المواضيع اللي قدمت كانت كلها مواضيع يعني هامة في بناء الإنسان المصري والعربي القادر على إدراك التحديات. يعني نحن لم نأخذ الثقافة فانتازيا أنه مجرد عرفنا فلان وعرفنا علان، لا، غصنا في المواضيع اللي بتهم بناء الإنسان المصري الحديث اللي هو متمكن من العلوم التكنولوجية ولكن بما يتوافق مع الأصالة المصرية والعربية والشخصية المصرية المتفردة والمبدعة عبر الزمن. هذه القامات الكبيرة منها طبعا على رأسها الدكتورة ناهد عبد الحميد عضو مجلس المرأة، اللواء طارق مهدي وزير الإعلام السابق في فترة 25 يناير، اللواء محمود خليفة اللي هو المستشار العسكري لأمين الجامعة العربية، الشاعر الكبير عبد العزيز جويدة، بما فيهم المنتدى المصري للإعلام، نقابة المهن الاجتماعية، وكثير من اتحادات الشباب في عين شمس، صالون الشباب في عين شمس اللي هو الدكتور طارق منصور اللي هو عضو بيت العائلة المصرية، وذلك يعني فئات كلها تمحورت حول قضية واحدة اللي هي عزيمة الشباب وحكمة الرواد. صحيح. يعني مجموعة كبيرة جدا من المشتركين والمشاركين في الصالون الثقافي، مجموعة مبشرة فيها قادة طبعا ومبدعين وقادرين على إيصال الفكرة بشكل واضح جدا. حضرتك شايف بقى إزاي، بما أن حضرتك طبعا ذكرت شباب وفئة كبيرة من الشباب بتشارك معاكم في الصالون الثقافي، إزاي بقى بتقدروا تتواصلوا معاهم باللغة المختلفة بتاعتهم والجيل بأفكاره طبعا المتطورة والمتطلعة يمكن أكتر من الأجيال اللي فاتت؟ يا سيدتي، هذا السؤال هو لب المحور تفكيرنا واستراتيجيتنا في العمل. حتى تتعاملي مع الشباب لابد أول حاجة أن تتعلمي لغتهم. المشكلة اللي اختبرناها أو الدروس المستفادة من عملنا في الشراكة المجتمعية اللي مبنية على أساس أنه المسؤولية متوزعة على كل الدولة المصرية وعلى كل الوطن العربي من رئيس الدولة إلى أصغر واحد دون استثناء. يعني دائما في مصطلح أصبح ظاهرة يتناقل أنه مش إعلام الحكومة،
ليه مش إعلام الحكومة؟ إعلام الحكومة وإعلام الرئيس وإعلام الجيش وإعلام الشرطة، إعلام المجتمع كله. هي الناس بتخلط ده يا فندم. انا هقول حضرتك وجهه نظر الراي الاخر، ان الناس بتقول لك لا الموضوع هيبقى مقنن مقفول بس للحكومه، مقفول للجيش، للشرطه، لفئات معينه، فالمواطن مش هيعرف يستوعب اللي بيتقال، بيحس ان كله طالع من مطبخ واحد يعني، فاهمني؟ يعني في الجرائد الكبيره مثلا يقول لك لا اصل لسه احنا بنطلع الخبر قبل ما الجريده الرسميه بتطلع، بيبقى في حاجه اسمها بيسموها المطبخ، مطبخ الخبر اللي هو بيقعدوا يشوفوا فيه الاخبار ويقننوها ويظبطوها، فالناس تقول لك لا انا ما باخدش اخباري من بس من الحكومه، هم بيبقوا عايزين تنوع، في معارضه، في تأييد. حضرتك الحاله اللي المفروض تبقى موجوده في اي دوله. انا لازم اخش في العمق في هذا السؤال، يتفضل. يعني سؤال رهيب، عظيم عظيم جدا. اشكرك. لواء طارق مهدي دائما في كل محاضراته بيقول ضم، اختلفوا بس ضموا ما تتفرقوش، ما تعملش فصل، انه فئات شبابية ما تركزش على الشباب، ما تركزش على الرواد بس، ضم، عملية الضم ده هو اللي لازم نأكد عليه. الحكومة جزء من الدولة، هل من المعقول انه شيل انا ايد الدولة؟ لا طبعا ما اقدرش. في الدستور ما فيش معارضة، في بالدستور المصري اسمه كلمة معارضة؟ ما فيش. في مجلس شعب اللي هو يمثل الرقابة الشعبية، في بعض المصطلحات سيدتي اخترقنا منها من قبل الإعلام الاستباقي الغربي المضلل والمتآمر، عم بيبعت لنا بعض المصطلحات عبر وكالات الأنباء ونحن نترجمها إلى اللغة العربية ونبتدي ناخدها. فهذا الخطر، لا يوجد معارضة ولا معارضة مسلحة ولا أي شيء، اللي عايز يتكلم يتفضل يتكلم. أنا بخش على التلفزيون المصري السيادي بأي لحظة، أخش عندكم بأي لحظة، بتكلم بأي لحظة، اللي هو أنا سوري فما بالك المصري طبعا. فإذا هذه المصطلحات يجب أن نرفضها من الإعلام المصري والسوري والعراقي، إنه والله في معارضة، لا ما فيش معارضة، في الدستور ما فيش معارضة، في شعب. إذا في عملية الفصل وعملية التقسيم هو نوع من أنواع الخطر وتجزئة المجتمع وتهديد أمن الدولة. طيب في حاجة بقى ملحة، ساعات المشاهد العادي بيبقى مش فاهم ليه بيحصل الكلام ده، فكرة الإعلام المضلل والحاجات اللي بتتبعت لنا. حضرتك عارف وأكيد في المطبخ برضو الإعلامي إنه في بعض البرامج بتتعمل بهدف إنها ترفيهية، ولكن بيتبث من خلالها أفكار مشوهة. حلو. بتنقل صورة عن المجتمع المصري إن إحنا عندنا ابتذال وعندنا إسفاف وعندنا انعدام أخلاقي وتلاقي في الآخر إن اللي بتقدمها عروسة، فيبان إن بيبقى الموضوع مكلف جدا، ملايين الملايين. طب ما تصرفوا الملايين دي على التعليم، صرفوا الملايين دي على بيوت الشباب، على مساكن الشباب. يعني انا بقول لحضرتك الفئه او الجهه المموله دي لو لقت انه مفيش مجال للتفاهه واستثمار فلوسها في الاشياء السفيهه والتافهه، على الاقل لو ما فادتناش مش هتضرنا. يا سيدي هذا السؤال رائع جدا برضو، انت ما عم تساليني الا من اعماق الحدث. عشان احنا ده اللي عايشين فيه. الفلوس اللي عم تيجي من داخل مصر ولا من خارج مصر؟ انا عايز اسال. من خارج، متهيألي اغلب الشركات احنا بنعتقد ان الشركات دي ان كان مصدرها معروف، واسمح لي اقول لك ان حضرتك ادرى ان في زي فاترينا بتتحط، يقال ان المصدر ده ممكن في بعض البرامج او بعض التمويلات يقال ان المصدر مصري، ولكن الاساس حضرتك فاهم نظام اللي هو ايه، انا بعمل كوبري مشاة عشان اعدي عليه، ولكن الاساس مين اللي بيعدي؟ طيب انا ارجع لك للتاريخ. في زمن البطل أحمد عرابي، وقت اللي رفع راية تحرير الفكر المصري، قوم الإنجليز وقضوا عليه، جابوا مجموعة من مين؟ من المصريين اللي هي انتمائهم مش لمصر، امتناهم للفلوس، ودوهم أراضي بالضبط، وهم اللي صاروا البشوات والبهوات وهو إلى آخره. دول جابوا الفلوس منين؟
من داخل مصر ولا جيتهم من بريطانيا؟ جيتهم من بريطانيا. فإذا الموضوع ما دام الفلوس جت من الخارج فهذا اختراق لمين؟ للدولة المصرية. فإذا لازم ألغيه وأحاربه، وهذا ما نسميه بخفافيش الظلام. صحيح. خفافيش الظلام الآن انتشرت في كل أنحاء مصر وسوريا والعراق وكل أنحاء الوطن العربي لتخريب الدولة الوطنية في هذه الدول. سؤال تاني، وفي ناس ممكن ما تتفقش معايا خالص وهنتهاجم أنا عارفة في الفقرة دي، بس الواحد بيقول الحقيقة اللي بيمليه عليه ضميره أنا والواقع. مبسوط منك، مبسوط والله وسعيد. أشكرك. فكرة أنه في ناس بتستفز، وثلاث أرباع الشعب المصري بيستفز من المصاريف الكبيرة قوي والملايين اللي بياخدها كتير من الناس في تقديم برنامج أو تمثيل بشر. أنا بقول أن دي صناعة ومش بقلل منها، ودي استثمارات بتخش البلد و مش بقلل منها، ولكن يعني القائمين على الصناعة دول ليه بنعمل لبلدنا في ناحية واحدة؟ يعني في صناعة السينما بس، أنا مش بوقف سوق السينما ولا البرامج، بس لما الديكور يبقى متكلف لوحده مش عارفة كام مليون، والمذيع بياخد كام مليون، أو المقدم البرامج دلوقتي للأسف بقت مهنة من لا مهنة له. ممثل ممكن يقدم، مطرب ممكن يقدم، أي حد لو حد معدي هاتوه يقدم برنامج، والناس بتستفز لما بنتكلم على الاسعار و ليه ما بيبقاش العصايه من يعني نمسكها من النص؟ ما احنا اتفقنا انه هذه الاموال كلها جايه من الخارج. لا، في من الداخل يا فندم. مفيش. لا، في رجال اعمال مصريين على فكره. مفيش. كل القنوات، كل الناس اللي عم تستثمر بطريقه غير اخلاقيه وغير قانونيه كلها من برا. انا مش بتكلم على غير الاخلاقيه، بس انا بتكلم على البذخ الزياده ده. يعني بنشوف ديكورات ايه ده، وفي ناس عايشه، في ناس ممكن كده، بنشوف حتى في السينما الناس بتقول لك هو في ناس عايشه كده. عندنا في فروق طبقيه كتير قوي، وزادت بسبب ان احنا بقينا بنسلط عليها الضوء بدل ما بنعالجها، لا بنستفز الناس اكتر. طيب، ده بيسموها بلغه الاعلام الابهار. ايوه، ايه هدفه بقى بيميل في الابهار؟ للاختراق. عرفت ازاي؟ للابهار. يعني هلا اقول لك حاجه، احنا انا كنت عايش بالستينات وكنا مبسوطين ومروقين في جامعه اسيوط، وكلاتنا رضيانين وعم ناكل ونشرب ونتعلم. بعدين اجت موضوع الابهار، الخليج. عرفت ازاي؟ بدل ما نشتغل لمصر ولسوريا ابتدينا ايش؟ نحلم في، انا مش ضد اهل الخليج، بس عم بقول لك موضوع الابهار. رحنا على الخليج وانبهرنا. وين؟ تركنا الارض، تركنا المصنع. الابهار ده هو نوع من انواع الاختراق. ايوه، بيخلي الناس تتشحن وتشيل في نفسها. نعم. وتحقد على بعض وما تبقاش راضيه. أيوة. وتحس بعدم. طيب. العداله الاجتماعيه. هذا الابهار الاوروبي. كم مليون من الشعب العربي في مصر ولا في العراق ولا في الجزائر ولا ليبيا والعراق اللي راحوا ماتوا في البحر المتوسط؟ كم؟ مش كانوا انه ارض الميعاد هناك؟ مش هي ارض الخلاص؟ وبعدين مش الان اللي هاجروا الى اوروبا يندمون ويبكون على الحاله؟ مش عم بيطردوهم دلوقتي؟ صدقيني. صحيح. اذا عمليه الابهار هو لتدمير الدوله الوطنيه والمجتمعات المتماسكه. طيب اقول لك حاجه، في نظريتي أنا اللي هي في الاستدامة، اللي هي نظرية نادر يعقوب الاستدامة. الشعب المصري كم عمره؟ مش بتقولوا 7000 سنة؟ دي حقيقة، ده احنا أزيد، مش بنقول، دي حقيقة. حقيقة. أزيد كمان. طب عمر البشرية كم؟ أنت بتقارن إيه بإيه حضرتك؟ أنا ماذا بقول لك؟ عايز توصل إيه؟ لا، أنا بقول لك، أنا شايفة من وجهة نظري إن احنا، أنا مش عمر عمر البشرية 10000 سنة. احنا الأساس. طولي بقى. 7000 على 10000 يعني 70%. يعني انتوا استدامتكم في التاريخ، تركتوا بصمتكم على التاريخ 70% من التاريخ البشري. صحيح. شفتوا قديش انتوا اقوياء؟ ولذلك انا وقت اللي بقول مصر دوله عظمى شاء من شاء وابى من ابى، عم بحكي عن حقيقه. لانه ما فيش دوله لازم تاخذ هذه الدوله العظمى، لقب الدوله العظمى، الا جمهوريه مصر العربيه.
أنا بشكرك على الإشادة دي أستاذ نادر بينا وبتاريخنا. لا من حساب بالورقة وقلم طبعا، ودي حقيقة الشعب المصري. بس عارف أنا بيبقى صعبان عليا إن إحنا عندنا حاجات حلوة قوي وبنطلع الوحش، معرفش ليه في الإعلام. فأنا عشان كده عايز أسأل حضرتك على دور الصالونات الثقافية في إبراز الإيجابيات. يعني عارف إحنا دايما بنطلع الناس اللي يعني مش عايز أذكرهم، بس فئة قليلة جدا ناس وحشة مش عارف يقول لك شغالين في الأعمال المنافية للأخلاق. وأركز على قضية زي دي، أركز على المجاري اللي بايظة، أركز على السرقات، أركز. طب أنا مش بقول إن كله يطلع إن إحنا حلوين، بس في الدول العربية في ناس كتير تقولك انا كنت فاكر ان انتوا كده، ان شارع جامعة الدول ده كله ناس ما عندهاش ادب. يعني احنا بنصدر صورة وحشة جدا عننا، مع ان احنا عندنا اخلاق وعندنا ادب واحنا شعب متدين جدا ومحترم جدا. ليه بنصدر الصورة دي واحنا عندنا ما شاء الله حاجات حلوة نتكلم عنها كتير، عندنا اجابات كتير؟ ودور الصالونات الثقافية بقى في إظهار الشكل الراقي اللي تستحقه مصر ويستحقه الشعب الطاهر. هذا ما نقوم به صالون الثقافي الطاهر. رحنا على الإسكندرية وشاركنا في فعاليات ملتقى الشباب، ووجدنا المبدعين هناك. يعني مش مصر هي القاهرة لوحدها، في مبدعين هناك. صحيح. وجي معنا العبقري إيمان البحر درويش وغنى هناك بإيش؟ بدون فلوس، عمل تطوعي غير مدفوع الأجر. وعبد العزيز جويد الشاعر الإنسان برضو اللي كان مبارح ضيف عندكم وبكى الجماهير مبارح، بكيوا والله العظيم بكاهم، برضو ألقى هناك شعر غير مدفوع الأجر. فالصالون الثقافي عم بيدي الصورة الحقيقية لمصر اللي عجز عنه الإعلام المصري. وأنا دايما بقول له لإعلام مسبيرو، اخرج للميدان، اطلع للميدان، تعلم لغة الجماهير. يعني أنا بالستينات كان صديقي المذيع الله يرحمه الفنان عبد الرحمن علي، كنا ننزل أنا وياه على باب الشعرية والعتبة نتعلم اللهجة الجزائرية علشان وقت اللي هو يطلع بنشرة أخبار أو أي شيء يقدم أسماء الأسماء المدن الجزائرية اللي هي عم تتحرر على حقيقتها. عبد القادر حاتم قال لي يا نادر إحنا بنينا مسبيرو من أجل القومية العربية. أنا ما فهمتش إيه بنى مبنى كبير ليبني القومية العربية. حسيت قيمة القومية العربية الآن. صحيح. الآن أنه نحن محتاجين إلى القومية العربية. دخلوا فينا الفرس ودخلوا فينا الأتراك ودخلوا فينا الكرد وراح نضيع كعرب. إذن هذه النخبة اللي تربعت على عرش الحركة الثقافية والإعلامية دون وجه حق لقد نسيت لغة الجماهير. طب احنا نرجع ازاي بقى اخيرا روشتة حضرتك عشان نرجع المشهد الاعلامي والثقافي يليق بمستوى مصر؟ نعم، رجعنا نتعلم من الجماهير لغتها الحقيقية. رايحين على اسوان، رايحين على الشرقية، رحنا على البحيرة، تعرفنا، اصبح عندنا شبكة مجتمعية للصالون الطائر. احدى اللهم صل على النبي الشاعرة الكبيرة هتاف صادق من مونتريال. بس اهم حاجه الصالونات دي فندم بتوصل انا يهمني القرى والمراكز والاماكن البعيده. عم بقول لك وصلت لمونتريال. من مونتريال. مونتريال وصلت لجده للسعوديه. لا بتكلم في مصر. الشاعر البدرشين والمنوفيه والحته كله هنغطيه، كله هنغطيه. يا ريت ان شاء الله يبقى اعلامنا كله هادف وراقي زي الاهداف الجميله الساميه اللي بتقدمها يعني لنا. يعني فنانه طالبه فنانه رئيسه المجلس اللي بسموها النيابي في جامعه عين شمس، طالبه رائعه جدا اسمها شيرين خالد بتشارك معاكم؟ طبعا.
يعني انتوا عندكم نخبه كبيره وكمان من الشباب، انا بوصي حضرتك بوصي حضرتك بالشباب خيرا. وبعدين في برضه ساره منصور علام اللي كرمناها في دار الاوبرا المصريه طبعا، لا تتجاوز عمرها 17 سنه دلوقتي. انا عارفه ان حضرتك عايز تبين لنا قد ايه انتوا مهتمين بالشباب، وهو ده فعلا املنا فيكم، عشان الشباب احنا 60% مننا مجتمع، احنا مجتمع الحمد لله ما شاء الله شاب يعني. لا كله شباب الحمد لله، وطبعا مع احترامنا وتقديرنا للخبره والوقار والمعايشة اللي عمرنا ما، يعني احنا بناخد منكم معايشتكم للظروف الصعبة بتوفروها علينا مجهود وتعب وجهد. فأنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ نادر على وجودك معنا، المفكر السوري أستاذ نادر عكو، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. الفقرة دي كانت دسمة شوية، يا رب تعدي على خير، حتى لو ما عدتش احنا ما بيهمناش حاجة، المهم ان احنا بنقول الحق، احنا من دايما بنحاول نتكلم بلسان الناس. ما تكلمناش ضد طبعا، ومش انا مش بهاجم صناعة السينما ولا بهاجم الاعلام المبهرج قوي ده، بس وفروا شوية، في ناس مش لاقية تاكل. انا بتكلم على رجال الاعمال والناس اللي بتصرف كتير قوي، بدل ما تروحوا تعملوا حاجات بالملايين، ساعدوا الناس، ساعدوا الدولة، روحوا صندوق تحيا مصر، روحوا ابنه بالظبط، يجوا رجال الاعمال، روحوا ابنه مدارس، روحوا اعملوا حاجة تفيد الناس يعني. يلا ان شاء الله نشوفكم على الف خير، واحنا دايما ما بنخافش طالما كلمه الحق هي الاساس وهي الاصل عندنا، يا رب دايما تكون دي اخلاقيات كل الاعلاميين، ونطلع نتكلم بس لمصلحه الوطن ومصلحه الشعب. شوفكم ان شاء الله يعني دايما في فقرات كتير. انا بالنسبه لي دي اخر فقره معاكم النهارده في يوم الخميس، زميلتي دينا هاني هتكمل مع حضراتكم باذن الله الفقره الفنيه، وصح ما دي احلى كلمه نختم بيها الفقره، هنقول لكم تحيا مصر، وشوفكم بقى ان شاء الله على الف خير الاسبوع اللي جاي، استنوا دينا في الفقره الفنيه.